تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وفي هذا الصدد قام كل من سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة النائب أحمد العامر ممثل الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية، وعدد من المسؤولين في الوزارة بجولة تفقدية في حديقة مدينة زايد بمجمع 720. وطلع سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وسعادة النائب أحمد العامر خلال الجولة على المراحل التي بلغها مشروع تطوير حديقة المنطقة على امتداد مساحة 11500 متر مربع. من جهة أخرى اطلع الوزير خلف والنائب العامر على مشروع ممشى مدينة زايد، كما أوضح سعادة الوزير أن الوزارة قامت بإنشاء عدد من المرتفعات لخفض السرعة في مدينة زايد بغرض رفع مستوى السلامة المرورية في المدينة. من جانب آخر قام سعادة الوزير يرافقه سعادة النائب بتفقد مشروع تطوير طرق مجمعي 807 و805، وهو مشروع بمرحلة الدراسات. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الاهتمام في الخدمات بصورة عامة وإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق السكنية وفي كافة محافظات المملكة. اليوم في هذه الجولة اطلعنا على أحد هذه المشاريع في مدينة عيسى، المشروع اللي احنا فيه في مجمع 807 و805 يشتمل على إعادة تأهيل حوالي 2.5 كيلومتر من الطرق الداخلية وزيادة الطاقة الاستيعابية وأيضا الأمور المتعلقة بالسلامة المرورية. المشروع كلفته حوالي 500,000 دينار، ويحتوي على إعادة تأهيل هذه الشوارع من إعادة الرصف وبناء الأرصفة وأيضا أعمال تطوير وزيادة فعالية الإنارة في هذه المنطقة، وأيضا حل مشكلة تجمع مياه الأمطار في موسم الأمطار. كل شكر وتقدير لسمو الأمير سلمان بن حمد على هذه المبادرة الكريمة، وهذه من مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا شك احنا نقدرها ونثمنها. اليوم تم زيارتنا من الأخ سعادة الوزير عصام خلف للدائرة الأولى لطلع على المشاريع، رحنا بزيارة ميدانية، لا شك ان هذه الأمور اللي بتساعد بالتنمية عندنا البنية التحتية والمشاريع الحوية، وهذه اللي ممكن يؤدي بشكل غير مباشر حتى من التنمية الاقتصادية. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء للإطلاع عن كثب الاحتياجات المواطنين في مملكة البحرين، اليوم ولله الحمد تشرفنا بزيارة منطقة مدينة عيسى ومدينة زايد وبعض المناطق المتاخمة لها. طبعا تعرفنا عن قرب وعن كثب على احتياجات المواطنين، التقينا مع المواطنين الكرام، شفنا احتياجاتهم ولله الحمد راح ندرسها ونحاول نلبي أغلب هذه الاحتياجات. طبعا يمكن من أحد الأمور اللي زرناها هو الممشى اللي راح يقام بإذن الله تعالى في مدينة عيسى بين مدينة عيسى وبين زايد وهورة عالي. كالمعتاد وزارة الأشغال تقوم بعدة زيارات استطلاعية لشبكة الطرق لطلع عن كثب على مدى الحاجة إلى تطوير الطرق وتحسين البنية التحتية، وطبعا هذا يصب في ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي والعهد بالاطلاع عن كثب على احتياجات المواطنين من تحسين البنية التحتية، تطوير شبكة الطرق، توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، بالخصوص يعني احتياجات المجالس البلدية والنواب، وهذا طبعا درجت عليه وزارة الأشغال من سنين.
طبعا من الشيء المهم في الزيارات الميدانية أنها تعطي فرصة للمهندسين للاطلاع على واقع البنية التحتية في هذه المناطق السكنية، خصوصا القديمة التي تكون فيها الطرق أصبحت متهالكة والتقادم يؤدي إلى تدهورها، وبالتالي تحتاج أن تطلع على حقيقة المشكلة وحجمها. وهذه طبعا جاءت بتوجيهات من سمو النائب الأول، وبالتالي وجود المسؤولين في هذه المناطق يعطينا تصور أفضل لرسم معالم المشاريع وتحديد حقيقة المتطلبات حتى نستجيب إليها بشكل أكثر دقة. المنطقة طبعا قديمة وبالتالي تحتاج إلى رفع مستوى البنية التحتية من ناحية تصريف مياه الأمطار، وكذلك من ناحية السلامة المرورية، وكذلك منطقة مسألة الإنارة، إنارة الطرق، وأيضا رفع كفاءة الطريق نفسه وإعادة تأهيله ليكون بانسيابية أفضل. أول شيء طبعا نشكر مبادرة سمو ولي العهد على هذه المبادرة الطيبة اللي يعني كنا ننتظرها من زمان، كما نشكر أيضا سعادة الوزير وزير الأشغال لحضوره اليوم لهذه الجولة التفقدية في مدينة عيسى ومدينة زويد، وصراحة يعني أثرونا بالمشروع اللي إن شاء الله بيقيم في منطقة مدينة زويد مجمع 718، طبعا بيكون مشروع ممشى إن شاء الله مطاطي في كل الخدمات إن شاء الله، وطبعا هذه مطالب أهالي الدائرة طبعا. كما نشكر أيضا على التطوير وتأهيل بعض الأحياء السكنية في مجمعات، في بعض من مجمعات مدينة عيسى، ومنها مجمع 807 ومجمع 805.